أهلا بك، وتفضلي لك الساحة والكلمة. بالتأكيد عمر، دائما نتواصل مع كل المشاهدين والمتابعين حول كل ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي، واليوم نبدأ بهاشتاج مقولة مقتنع بها، وبالتأكيد أنت أول من أرغب بالاستماع منه. يعني مقولتين حقيقة، إذا تسمحوا لي أن أنا أقولها. المقولة الأولى: أكبر منك بيوم هو أعلم منك بسنة. فهذه هي حقيقة على جميع الشباب أن يأخذوا بنصائح الكبار. صحيح. المقولة الثانية هي كلمات أغنية ربما تكون بسيطة لكن أيضا لها أهمية. تقول هذه كلمات الأغنية: لو كنت تعرف أن دي المرة الأخيرة 100% كانت حتفرق في الوداع. فمعناها لو فعلا نتعامل مع الأمور كأنما هي المرة الأخيرة راح نحس بقيمتها بشكل كبير. صحيح بالتأكيد يا عمر، والكثير منا يقتنع ببعض النصائح والأقوال المأثورة ويتأثر بها ويسير بها في حياته. نشرنا رواد موقع تويتر نصيحة دائمة، فتعالوا نتابع. أول نصيحة معنا لهذا اليوم وغردت فيها منيرة الرميح قائلة: فليكن نسيانك غفرانا وليس تجاهلا، ولتكن الابتسامة تفاؤل وليس سخرية، ولتكن صداقتك عمقا وليس مظهرا اجتماعيا. نصيحة دائمة، وما أجمل هذه النصيحة يا منيرة. أما الجابري فقال: لا تتأخر بالصفح عن الآخرين، فربما لا يكونوا موجودين عندما تود الصفح عنهم. وميسا كتبت أيضا على هذه التغريدة قائلة: لا تأخذ الناس على محمل الثبات، لأن في النهاية أنت الخسران. كوني متفائلة أكثر بقليل يا ميسا. أما الشيخ كتب: افتح أي متصفح انترنت وابحث بقسم الصور عن أطفال يرق قلبك ولو امتلأ بالسواد. فعلا ضحكات الأطفال دائما تملأ قلبنا بالبهجة والسرور. أما راغب علامة، والذي حصل مع راغب علامة عندما أحيا الحفل الحاشد في بلدة بكسين تحديدا ضمن نشاطات المهرجانات الصيفية، وحضر جمهور واسع هذا الحفل واستمتع بالأداء من الأغنيات المتنوعة. وأثناء رقص راغب علامة على المسرح تفاعل وتحمس مع الجمهور وانزلقت قدمه وسقط. هذا الأمر جعل الجميع خائف وقلق عليه، لكن مر هذا الموضوع بسلامة. وغرد في حسابه على تويتر قائلا: بسبب الرطوبة العالية اليوم طبقات ما حولت المسرح إلى مكان مناسب جدا للتزحلق، وأكلت نصيبي وتزحلقت. مرت والحمد لله على خير. وكل ما اشتقت ليها اروح واسال عليها، كل ما اشتقت ليها اروح واسال عليها، وانا كل ما اشتقت ليها اروح واسال عليها، كل ما اشتقت ليها اروح واسال عليها. يعني هو كان بيبين للجمهور أنه بسبب الرطوبة العالية الأرض ممكن فعلا تزحلق بشكل كبير، كانت باينة من حركاته. صحيح، يعني البعض أعتقد أنه يرقص، خصوصا بعد الرقصة القديمة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وسميت برقصة الفراشة، لكن راغب علامة طمأن كل المتابعين وهو بخير والحمد لله. وفي الكثير من الأحيان قد نشعر ببعض التعب والألم ونسعى دائما للتخفيف عنها بتناول الأدوية والعقاقير المسكنة، لكن الفيديو القادم يقدم لنا نصائح للتخلص من الألم من دون مسكنات. نتابع.
سنحاول تجربة هذه الطريقة الفعالة، وبالتأكيد سيكون معنا في برنامج يوم جديد تفسير علمي وواضح لأثر المساج أو التدليك على صحتنا مختلفة. فعليا أماكن مختلفة يعني، والابتعاد يعني هذا مهم جدا، الابتعاد عن المسكنات والأدوية والعقاقير التي ربما تكون يعني فيها تكون فعالة لفترة زمنية قصيرة، لكن على المدى البعيد تقل المناعة وتسبب الكثير من المشاكل، وبالتأكيد لها أضرار جانبية معينة. أما مشاهدينا عبر شاشة الغد ومتابعينا عبر البث المباشر على صفحتنا على فيسبوك، نشر النجم محمد رمضان فيديو له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وجه خلالها رسالة لأسرة الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين، وتحدث رمضان عن اعتزازه بالراحل كرائد من رواد الفن الكوميدي المصري، ومن خلال الأدوار التي جسدها من خلال شخصية الجندي المصري بطريقة كوميدية ساخرة، وبيّن أنه لا يحبب فكرة السخرية من الجندي المصري في أعماله، لكنه مع ذلك لا ينتقد الأدوار التي لعبها إسماعيل ياسين من خلال شخصية الجندي المضحك. كل اللي عرفوني وعن قرب عارفين مدى حبي للنجم الكبير الأستاذ إسماعيل ياسين، ولكن السؤال كان هل في مخططي إن أنا أعمل فيلم عن الجندي المصري زي أفلام أستاذ إسماعيل ياسين، فقلت لا، يعني أنا حابب خلاص الأفلام دي اتعملت، ولكن أنا حابب أعمل أفلام بتبين هيبة الجندي المصري، مدى انضباطه ومدى التزامه ومدى انتمائه للجيش ومدى انتمائه للبلد. ده كان ردي إن أنا مش عايز أعمل العسكري اللي اللبس واسع عليه، اللي القايش معوج، اللي فهمه بطيء، لا، أنا عايز أعمل الجندي المصري كما ينبغي أن يكون. فالرد طبعا رد أو التصريح طبعا تصريح مستفز جدا، وملوش أي علاقة بشخصيتي، ملوش أي، وعمر ما ده كان رأيي في الأستاذ إسماعيل ياسين. ده نجم كبير جدا ومن أهم رموزنا كمصريين. إذن مع هذا الفيديو نصل إلى ختام هذه الفقرة، بالتأكيد نستقبل دائما مشاركاتكم على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة دائما أسفل الشاشة. شكرا لحسن المتابعة، ونستكمل معكم فقرات يوم جديد.